جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم حملات من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية دائما مع ماشط. نبدأ ماشيط مع صحف دمشق التي ركزت على عمليات الجيش العربي السوري على أكثر من محور، إضافة لعرضها التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة. نقرأ أبرز ما جاء في صحيفة الثورة السورية. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم ما جاء فيها على الصفحة الأولى: الجيش يقضي على العديد من إرهابي النصرة وداعش ويدمر عشرات الآليات الرشاشة بدرعا وريف السويداء. لافروف وكيري يبحثان هاتفيا سبل الحل السياسية. موسكو خلافات دولية على قائمة الإرهابيين. ومجلس الأمن يدرس مشاريع قرارات خاصة بمحاربة الإرهاب. فورين بوليسي تنظيم داعش الإرهابي يضع يده على مزيد من الأسلحة الأمريكية. بريطانيا تحذر من هجمات ضد مطار هيثرو، وألمانيا لا تستبعد تكرار سيناريو اسطنبول على أراضيها. الآلاف ينددون بسياسات أردوغان خلال مظاهرة وسط تركيا. الجيش الأردني ينشر تعزيزات كبيرة على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة. نبقى في أروقة الصحافة السورية ونقرأ من الوطن التطورات الحاصلة في ملف محاربة الإرهاب وما يدور في أروقة مجلس الأمن. نقرأ من الوطن السورية. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم: أرسل تعزيزات للتحضير لمعركة تل الحارة الاستراتيجي بدرعا، الجيش يسيطر على كامل مزارع الملاح بحلب. نتابع من صحيفة الوطن السورية بوغدانوف وحداد بحثا تطور الأوضاع في سوريا، وتركيا أملت بانتهاء الحرب. موسكو عمل واسع يجري في مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب. تعزيزات عسكرية أردنية إلى الحدود مع سوريا والعراق. المقاومة تدمر مقرين لتنظيم داعش الإرهابي في جرود البقاع. لافروف وكيري يبحثان إمكانيات التعاون العسكري المشترك ضد الإرهابيين. والبيت الأبيض ينفي توقيع أوباما لخطة مسربة. أما صحف بيروت ركزت على عملية المقاومة في جرود القاع، إضافة لعدد من التطورات الداخلية وما يجري في المنطقة. نقرأ من الديار. إذن أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم: ثأرا للشهداء، حزب الله يقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي في جرود القاع. الخلفيات والأبعاد الإقليمية للقاء الفجر بين الحريري وجعجع. سلسلة غارات معادية على قطاع غزة، الاحتلال يمنع أهالي غزة من إحياء ليلة القدر. الجيش السوري بدأ عملية تطويق الإرهابيين داخل حلب. مظاهرات في لندن ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. منافسة حادة في انتخابات النواب والشيوخ في أستراليا. الخناق يضيق على تنظيم داعش الإرهابي في سرت. بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة، نجد أنها صدرت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، إضافة لعرضها عدد من التطورات في الداخل الفلسطيني. نقرأ من الأيام المقدسية لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها. أبرز عناوين الصحيفة: تجديد إجراءات الحصار في محافظة الخليل وحملة تفتيش وتمشيط بحثا عن منفذي العملية. قرارات إسرائيلية ردا على مقتل مستوطن في الخليل، إقامة 42 وحدة في كريات 4 ومقبرة الاحتجاز جثامين الشهداء. الشباك وجيش الاحتلال يخشيان انفجار شامل في الضفة. إصابة مواطنين بجروح خلال سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة. إطلاق حملة في اسطنبول لرفض اتفاقية تركيا اسطنبول. نقرأ كذلك: نتنياهو يبدأ جولة إلى 4 دول إفريقية بهدف العودة إلى القارة من الباب العريض. أما صحف القاهرة فركزت على العمليات الأمنية في سيناء، إضافة للتأكيد المصري على دعم العراق في محاربة الإرهاب. نقرأ من الجمهورية. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها: أحباط تهريب 30 بندقية للإرهابيين في سيناء، ضبط رشاشات قنص بأجهزة تلسكوب في مخزن سرية. شكري تجديد دعم مصر للعراق في مواجهة الإرهاب.
نقرأ كذلك بدء عملية عسكرية للقوات العراقية لتحرير الخليلية. سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة والاحتلال يحاصر الخليل بالضفة الغربية. التلغراف: بريطانيا تفتقر للقيادة الحكيمة، والغارديان تحذر من الانتهازية السياسية. نقرأ كذلك مقتل 33 في سلسلة هجمات انتحارية في كابول. في حين تنوعت صحف بغداد في اختيار الملفات السياسية والأمنية والميدانية، نقرأ من المدى أبرز ما جاء في المدى لهذا اليوم، كان كالتالي: التعديل الوزاري يدخل المجهول، وكتل ترجح بقاء حكومة العبادي على حالها. العبادي: العراق مع المصالح المشتركة، ومن صنع تنظيم داعش الإرهابي أصبح يكتوي بنارها. نقرأ كذلك: الجيش يطارد بقايا أرتال داعش في صحراء الأنبار. البنتاغون تعلن مقتل ما يسمى بوزير الحرب والقائد العسكري لتنظيم داعش الإرهابي. تنظيم داعش الإرهابي يلجأ إلى صحراء الأنبار بعد طرده من الرمادي والفلوجة. زعيم طالبان يدعو الأمريكيين إلى إنهاء احتلالهم لأفغانستان. أما صحف السلطنة ركزت على أكثر من ملف تصدرها الملف الفلسطيني عربيا، إضافة لعدد من الملفات الدولية التي نطالعها في الوطن. من عناوين الوطن نقرأ: الاحتلال يغير على غزة ويغلق الخليل ويسطو على ضرائب الفلسطينيين. الجيش السوري يتقدم في حلب والمساعدات تدخل الغوطة. بولندا تعلق حركة النقل على الحدود مع روسيا. مصر تؤكد سلامة أجزاء الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة. الفلسطينيون يرون أن تقرير الرباعية يؤدي لمزيد من التوتر وليس الاستقرار. ختام ماشات مع الصحف التركية التي تناولت التوتر الداخلي والأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد. نقرأ من برجون. إذا نقرأ من الصحيفة أبرز ما جاء فيها: أردوغان: أنا ضد تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مطار أتاتورك إلى 45. إلغاء دائرة مراقبة وملاحقة تنظيم داعش في غازي عنتاب كانت من أهم الأسباب التي ساعدت في نمو وانتشار هذا التنظيم الإرهابي. الولايات المتحدة الأمريكية حذرت تركيا من تفجيرات انتحارية لداعش في 3 مدن تركية. نقرأ كذلك: تركيا تحولت إلى دولة المجازر المنظمة. مشاهدينا، إلى هنا ننهي ماشات وننتقل لتقرير أهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات هذا اليوم. كتب زهير ماجد في الوطن العماني: تجربة داعش تتمدد أفقيا فتضم شبابا من كل الأماكن العربية والإسلامية. حتى الآن قتل من داعش وحده ما يربو على 49,000 من عناصره، ناهيك عن أسراه وجرحاه، وهو رقم كبير. وتدل معارك جنوب سوريا بعدما تمكن الجيش العربي السوري من القضاء على الجزء الأكبر منها، وكذلك الحال في أماكن أخرى، مما دفع التنظيمات الإرهابية إلى الاعتماد على الفتيان الذين هم تحت السن القانونية بعد تدريبهم وتجهيزهم لرميهم في المعارك، وخصوصا في العمليات الانتحارية التي ثبت أن الجزء الأكبر من منفذيها هم في سن صغيرة. كتب سيد غنيم في الأخبار المصرية: تعرضت تركيا في الفترة الأخيرة لهجمات إرهابية بجانب تراكم المشاكل التركية الخارجية لتكون بالعشرات وزيادة الضغوط الداخلية، لتجد نفسها في نفق مظلم لا يمكن تصور عواقب الاستمرار فيه. لتطلع علينا اليوم بتصريحات سياسية تشير لمحاولات عودة علاقتها مع إسرائيل وأخرى تخص مصر، وهذه محاولات متأخرة لتصحيح المسار الاستراتيجي المفقود. يخلص الكاتب إلى القول إن تركيا لن تتمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني المأمول إلا بعد القضاء التام على داعش والتخلي عن دعم الإخوان وفرض موقف سياسي واضح نحو القضية الفلسطينية وإسرائيل وتحديد موقفها الحقيقي تجاه روسيا وغير ذلك. وكل ذلك يتطلب تنازلات كبيرة وسنوات طويلة قد لا يتمكن حزب سياسي طائفي مثل العدالة والتنمية من تحقيقها في ظل وجود سياسي متعجرف مثل الرئيس التركي أردوغان. كتب مصطفى السعيد في الأهرام المصرية: جاء اعتذار أردوغان عن إسقاط السخاي الروسية وما سيتبعه من تعديل في الموقف التركي من الأزمة السورية
ليقرب من نهاية الجماعات المسلحة في سوريا والعراق التي أصبحت عبئاً على داعميها. وتطايرت شرر تفجيرات داعش لتصيب تركيا والأردن ومعظم دول أوروبا، بينما يواصل جيشا العراق وسوريا وحلفاؤهما التقدم لطي أكثر الصفحات دموية في تاريخ المنطقة، وإن كانت المنطقة ما زالت مليئة بالكثير من الألغام. أخيراً كتب علي جرادات في الخليج الإماراتية: أثبت اتفاق تركيا مع إسرائيل أن سياسة أردوغان ليست خارج حسابات السياسة الأمريكية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة، وأنها سياسة ثابتة على عضوية تركيا في حلف الناتو، وأنها سياسة مركبة على طموحات عثمانية جديدة تلهب روح الأخوانة. التطورات الدولية الحاصلة في ملف محاربة الإرهاب من اتصالات ولقاءات ومباحثات نناقشها مع ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من طرطوس الأستاذ سومر صالح. سيد سومر، مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا بك. نبدأ من ما يتم مناقشته حاليا في مجلس الأمن الذي يدرس مشاريع قرارات خاصة بمحاربة الإرهاب. في حال صدور هذه القرارات، هل تضاف إلى سابقاتها التي لم تطبق؟ نعم، بداية لا، الكلام مبكر كثيرا عن صدور قرارات عن نتائج هذه الجولات التي تجري الآن في مجلس الأمن وعلى المشاورات التي وصفها السيد تشوركين بأن عملا واسع النطاق وعلى مستويات متعددة ومختلفة لمحاربة الإرهاب باتت قريبة الآن، أي أننا نتكلم عن أطر زمنية لكن ما زالت بعيدة قليلا. اليوم الظرف الأمريكي خانق، من غير المتوقع أن يكون هنالك قرارات حاسمة ونهائية بشأن ملفات كمكافحة الإرهاب، والرئيس الأمريكي لم يتبقى له إلا شهرين أو ثلاثة ودخل في مرحلة الصمت الانتخابي وهو غير قادر على اتخاذ قرارات فعالة. إذا أنا أعتقد أن ما يجري الآن في مجلس الأمن في هذه الثلاثة أشهر الآن هي محاولة لكسب الوقت الأمريكي وأظهر أن الإداء الرئيس الأمريكي هو جاد في مكافحة الإرهاب لا أكثر ولا أقل. لو كان هنالك جدية حقيقية في مكافحة الإرهاب كما يدعي البعض فالقرارات الدولية موجودة، القرار 2170 2178 2254 2253 كفيلة لوحدها، وجميع هذه القرارات لم تجد طريقا إلى التطبيق حتى اللحظة، لم تطبق حتى الآن. إذا لا معنى ولا قيمة لأي قرار مضاف في موضوع مكافحة الإرهاب إن لم تكن تسبقه اتفاقات ومتفاهمات أمريكية روسية حقيقية وجدية بشأن الأزمات الثلاث العالقة بين الطرفين سوريا وأوكرانيا والحرب الأزرية الأرمينية الأخيرة. إذن الآن نحن نتكلم عن ممكن بلحظة معينة وكنتيجة لاتصال لافروف وكيري وكنتيجة لممكن لقاء سيعقد قريبا بين الرئاسة الأمريكية والروسية، قد يكون بعد ذلك كلام في مجلس الأمن. أما حاليا ما يجري في مجلس الأمن فهو عبارة عن اجتماعات دورية ومحاولة استهلاك ما تبقى من الوقت. نقطة هم ذكرتها سيد سومر ما يتعلق بالاتصالات الجارية اليوم بين الروسي والأمريكي، لافروف وكيري يبحثان إمكانية التعاون العسكري المشترك ضد الإرهابيين، هل بالإمكان حصول هذا التعاون؟ نعرف أن واشنطن رفضت مرارا التعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب، ومؤخرا سمعنا دعوات من واشنطن للتعاون مع موسكو. نعم، سأبدأ من النقطة التي تفضلت بها مؤخرا. هنالك رسالة أرسلت أو ما يسمى بمشروع أو أوردته الوسائل الصحافية الأمريكية قدم إلى روسيا بموضوع جبهة النصرة وضرب جبهة النصرة والسماح الأمريكي بهذه الخطوة ونوع من أنواع تطبيق إعلان فيينا 3، ولكن في المقابل طلب من روسيا موضوع عدم مهاجمة الفصائل المحسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا كان الاتصال الذي أتى بين الطرفين وهو الاتصال الخامس في مدة شهر، أي من 3/6 حتى 3/7 هناك 5 اتصالات. هذه ال5 اتصالات تعكس الحاجة الملحة للطرفين في موضوع التنسيق بينهما، لا تعكسه التصريحات السياسية. ولكن الآن تجري حاليا بهذا الموضوع إرهاصات بداية قبول الروسي بهذا المشروع ولكن بشروط معينة، ولا هو أولها إغلاق الحدود التركية السورية من جهة الشمال وفصل بشكل أو بآخر بين مجموعة من الفصائل المحسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية وجبهة النصرة، عندها يمكن التنسيق بين الطرفين بموضوع مكافحة الإرهاب. هذا إذا ما أضفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكية قد خسرت كثيرا في موضوع معركة منطقة التنف وما حصل من ملابسات وإشكاليات واشتباك جوي شبه اشتباك جوي حصل بين الطرفين وما تلاها من خسارة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بجيش سوريا الجديد. إذن قد تبلورت لدى الولايات المتحدة الأمريكية قناعة بأنها غير قادرة إلى على الذهاب إلى ما لا نهاية في الأزمة السورية والدخول في معركة كسر عظم مع الترويكا السورية الروسية الإيرانية. لذلك قد يكون التنسيق المشترك بين الطرفين هو حلا ومخرجا مقنعا إلى حد ما للطرفين في موضوع الأزمة السورية. وبالتالي هنا سندخل بموضوع المساومات ومن ثم سيكون هنالك الانتقال إلى المسار السياسي. ولكن قبل المسار السياسي أعتقد أن هنالك جولة ميدانية ما بعد مدينة معركتي الطبقة ومنبش. نعم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أمام تمدد اليوم الإرهاب في العالم وانتشار خطر الإرهاب الذي بات يهدد جميع عواصم العالم، هل بالإمكان أن نشط تعاطيا مختلفا فيما يتعلق بهذا الملف سيد سومر بعيدا عن استخدام الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية؟ والله لو أردت أن الكلام الواقعي والحقيقي لا، هنالك ما زال هنالك استثمار واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل السعودية وبعض الأطراف الإقليمية في موضوع استخدام الإرهاب لتحقيق أجندات سياسية، والكل يدرك أن الإرهاب هو استخدام العنف المادي لتحقيق هدف سياسي، أي ما زالت هنالك بعض الأطراف الدولية الفاعلة ومن الولايات المتحدة الأمريكية والإقليمية الفاعلة ومنها السعودية وقطر تحاول استثمار ما تيسر لها من الإرهاب لتحقيق أجندات سياسية. حتى الأردن اليوم هو ضالع بهذه القضية في استثمار ما حدث في مدينة الرقبان الأردنية لتحقيق مكاسب سياسية من هنا أو من هناك. لذلك الكلام عن مكافحة حقيقية للإرهاب هذا الكلام بعيد، نحن نتكلم عن ثلاث رؤساء أمريكيين منذ عهد كلينتون وجورج بوش وأوباما، والكل يستثمر الإرهاب وبكل رئيس أمريكي نشط ولادي لتنظيم إرهابي كبير من طالبان إلى القاعدة إلى داعش. ما لا نعلم ما هو الاسم أو المسمى الجديد للتنظيمات الإرهابية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد. لذلك ما زالت استثمارا ناجحا من قبل الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة في مجال استخدام الإرهاب. وما بدأنا نقرأه في الصحافة الغربية من مقالات تتحدث عن هذا الخطر الإرهابي، عن المصدر، عن السعودية كمصدر لهذا الفكر الإرهابي الفكر الوهابي، لا يمكن أن تشكل ضغط في المستقبل باتجاه تغيير هذه السياسات وبالتالي رفع الغطاء عن من يدعم ويمول هذا الإرهاب. نتحدث عن السعودية، عن تركيا وكامل هذا المحور. نعم، هنا نميز بين مستويين، المستوى الأول هو المستوى الأوروبي والمستوى الثاني هو المستوى الأمريكي. الأمريكي هو بكل بعيد عن الخطر الإرهابي. قالته الخارجية الأمريكية أن داعش لا تشكل خطرا مباشرا على الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها أصبحت العدو رقم واحد لأوروبا. إذا نحن نميز بين مستويين. ولو أردنا أن نتكلم بذلك، نعم هنالك إجراءات أوروبية ستكون مشددة على المملكة السعودية الوهابية التي تصدر الإرهاب وعلى الخليج عموما، وقد نرى تمايزا بين الطرفين الأمريكي والأوروبي في موضوع مكافحة الإرهاب. ومن هنا سمعنا ونسمع عن زيارات وفود أمنية متبادلة بين أوروبا. السيد الرئيس أوضح بأن هنالك مسؤولين أمنيين يأتون إلى دمشق يفاوضون سرا الحكومة السورية. إذن بدأنا نشهد هذه المرحلة والحاجة الأوروبية إلى التنسيق الأمني مع دمشق لي في موضوع مكافحة الإرهاب. ولكن نحن ما زلنا نتكلم عن بنية دولية آخذة بالتشكل. الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس حربي للمشروع الغربي عموما وما زالت تستثمر الإرهاب. هلا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن بعد هذا الهلع الكبير والفوبيا من موضوع داعش، قد نرى ضغطا على تركيا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تركيا في موضوع إغلاق الحدود. قد نرى أيضا في موضوع في اليونان وفي بحر إيجي سنشهد إجراءات ضد السعودية التي تمر بمرحلة تحول كبيرة. اليوم محمد بن سلمان يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يذهب إلى أوروبا، يقدم نفسه أنه رجل بشكل أو بآخر يقوم بطابع حداثي من نوع معين وهو أبعد ما يكون عن ذلك، ولكن يحاول أن يقول أن هنالك تغيرا ما سيحصل بدوره أو بعهده الجديد في السياسة الإقليمية. لذلك هو يقدم نفسه على أنه مكافحا للإرهاب وليأتي إلى العرش. قد نرى بهذه الأمور مكافحة للإرهاب ولكن من دون ذلك، من دون حل حقيقي لأزمات الشرق الأوسط التي تبدأ حاليا بالأزمة السورية، ولا يمكن حل الأزمات إلا إذا ارتبطت بحل القضية الفلسطينية والعراقية. لا يمكن الحديث عن مكافحة إرهاب حقيقية وجدية وفاعلة تؤدي إلى حماية أوروبا وإلى حماية العالم. اليوم نرى أن داعش بدأ يتمدد ليس فقط في أوروبا، بدأ يتمدد بآسيا الوسطى
وبالتالي الآن اليوم هنالك صراع حقيقي في موضوع مكافحة الإرهاب. لا يمكن الآن مكافحة داعش إلا إذا انتصر الجيش العربي السوري على داعش في سوريا، وهو أمر ما زالت تحول دونه الحكومات الأوروبية التي تزود بالمال والسلاح وتشتري النفط من قبل تنظيم داعش الإرهابي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سومر صالح الصحفي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أمل أن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا عن الفتاة التي لعبت دورا حاسما في استقطاب نساء شابات بريطانيات للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وإقناعهن بالسفر إلى سوريا. وتعرف هذه الفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم أم مثنى البريطانية، واسمها الأصلي توبا غونداللا. على العلم أو مع العلم أنها تبلغ من العمر 22 عاما، وهي ابنة رجل أعمال ناجح تعيش في لندن. إذا نتابع ما الذي كشفته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن هذه الفتاة تحولت من فتاة تعيش بسلام في لندن إلى امرأة تتشح بالسواد، وهو اللباس الرسمي لنساء تنظيم داعش الإرهابي، إضافة لعرضها صورتها وهي تحمل بندقية آلية بيدها. وعبرت في أكثر من تعليق على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحلم بأن تنفذ عملية انتحارية. وأكدت ديلي ميل بأن لهذه الإرهابية تأثير على متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبيتهم من الفتيات. كشفت الصحيفة بالنهاية أن هذه الإرهابية البريطانية باتت في يد الاستخبارات البريطانية بعدما وقعت في فخ عادته صحفية بريطانية ادعت أنها فتاة مراهقة تريد السفر إلى سوريا والالتحاق بالتنظيم الإرهابي. مشاهدينا نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. في أمان الله.